وعلشان قيمة هذه الكلمات وهذه المقالة كان لازم يكون معنا على الهاتف الزميل والكاتب الصحفي المحترم السوداني الأستاذ ياسر قاسم. أستاذ ياسر مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم. تحياتي وتحيات المهندس عدل القيعي. الله يسلمك أستاذ وزميلي إبراهيم، وتحياتي للمهندس عدل القيعي. خلينا نحييك بداية على قيمة هذه الكلمات بكل ما فيها من وعي ومسؤولية وإدراك لحجم العلاقة وطبيعتها. وعي ومسؤولية وإدراك وبلاغة في رصد الأحداث وتلخيصها بأبسط العبارات. والله في الحقيقة الواحد ما كان بيتمنى مثل هذه المواقف، وزي ما تفضل زميلي إبراهيم المنيسي، لعن من يوقظ الفتنه. حقيقه انا اضطريت لكتابه هذا المقال بعد المباراه وبعد الاحداث، لعلمي التام بانه ما ورد من نص ووجهه نظر في هذا المقال كان من المفترض ان يتم اطلاع الشارع العام في السودان على وجه الخصوص، والشارع العام عموما به قبل المباراه، لانه ما ممكن نحن ندي الفرصه لاصحاب الغلط وللبعض اللي بيحاولوا يثيروا فتن عشان الناس تصل لما وصلت به والاحداث. والمسؤوليه هنا تحديدا حددتها في مجلس اداره نادي الهلال، واضيف عليهم الاتحاد السوداني لكره القدم، لانه من السهوله بمكان انه اي شخص يعرف ويحصل على المعلومه الحقيقيه فيما يخص منع الجمهور، منع الهلال من استقبال مبارياته بجمهور في ملعبه من السهوله. في مخاطبات تمت وفي مكاتبات وكلها مرتبطه بتواريخ معينه. ما ممكن انا اجي اتهم الاهلي او ازيد الاهلي في مباراه زي دي عشان اثير فتنه وعشان اصل لغلط ما معروف هو شو، في حين انه لما حصل الموقف دي منع الهلال من اللعب بجمهوره حصل قبل سحب المجموعات، قبل معرفه الفرقه اللي حتلعب. من شهر يوليو الماضي الاتحاد الافريقي كان عنده ملاحظات اخيره، وما كانت الاولى، سبقها ملاحظات ومخاطبات ولجان تفتيش كثيره جدا زارت السودان وتفقدت ملاعب الهلال والمريخ واستاذ الخرطوم، وفي كل مره هي بتبدي ملاحظاتها. والاتحاد الافريقي لما اضطر لفرض الالتزام بالملاحظات دي بالعقوبات كان بعد سنوات طويله جدا، يعني اكثر من 4 سنوات الاتحاد الافريقي تحاول الانديه المشاركه في منافساته توفق اوضاعها. لما وجد التساهل الاتحاد الافريقي بدا انه هو ينفذ في عقوبات، من ضمن العقوبات انك تلعب بدون جمهور، من ضمن العقوبات حتى لو تلعب خارج بلدك. فالهلال الموضوع واضح وضوح الشمس، يعني قبل ما الاهلي ذاته يتم التعرف عليه وحيلعب مع الهلال، استاذ الهلال كان بالنسبه للكاف غير مرخص وغير مؤهل لاستقبال الجمهور. يعني يا استاذ ياسر، يعني قرار الكاف بمناسبه او عن ملعب الهلال، ملعب الجوهره الزرقاء، انه غير مؤهل لاستقبال جمهور، كان قرار اسبق على القرعه ومش معروف الهلال هيلعب مع الاهلي او هيلعب مع مين. بالتاكيد اسبق. وانا انا انا في الحته دي يا استاذ ابراهيم، يعني في انه زي ما نحن عندنا برضه الاصوات العاليه اللي ممكن تثير الفتن برضه، يعني انا شخصي في النهايه بحكم عملي متابع ازعم انه متابع جيد، برضه في بعض الوثائق والاصوات في مصر، يعني زي ما انت تفضلت بانه هي زرعت الفتنه دي بشكل غريب جدا، يعني في حين انه اي وسيط اعلامي او صحفي بيحاول يجيب معلومه من خياله في موضوع زي ده من السهوله يصليها هو مغرى الاتحاد الافريقي موجود في القاهره. ايوه انا شخصيا الموجود في غاره اخرى مختلفه من الغاره الموجود في الاتحاد الافريقي، قدرت بمجهود بسيط جدا اتحصل على المعلومات الحقيقيه. اتصلت على وجهه نظر رئيس لجنه المسابقات في الكاف اللي هو من نيجيريا، اتحصلت على المعلومات اللي وصل لها فريق التفتيش وعلى كل المخاطبات دي.
انا بجد استغرب في وكان بعض الاعلاميين اللي في مصر هم بيكتبوا اشياء ضد النادي الاهلي او بيكتبوا فيها او حتى الاعلاميين الموجودين في السودان بسهوله جدا انه يدخلوا على المعلومه في الموضوع دي. اللوم على الاتحاد السوداني وعلى اداره هذه الهلال انه هم بيمتلكوا المعلومه بالمستندات. انتوا كاتحاد سوداني كنادي الهلال عندكم المعلومه، ليه حتى الان هالموضوع كبير وحدث بهذا الحجم حجمي انه يتم منع فريق من جمهور، انت ما تطلع يا اتحاد سوداني او نادي الهلال في مؤتمر صحفي على الاقل توضح المساله بالظبط، تترك المسألة للظروف ولدعاة الفتنة اشتغلوا فيها قبل أسبوع وقبل خمسة أيام، كأنه الموضوع هو موضوع مفاجئ، كأنه الموضوع هو موضوع حدث فجأة. لازم الناس تكون منطقية وعقلانية. أنا حتى مداخلتي حاليا ممكن توجد بعض المعارضة وبعض بعض الغين والغاز في السودان زي ما المغال انا كتبته كثيرين جدا يعني لاموني وعاتبوني وليش، لكن في النهايه يعني دي الحقيقه اذا الناس طرحت نفسها لمعلومات مضلله عشان تثير الفتنه السبب شنو والداعي شنو يعني؟ في النهايه الفتنه تتغدم 90 دقيقه عندها ردود فعلها الجمهور يفرح بها التحفل زي ما تحفل على المنافس اللي فزت عليه، لكن في النهايه ما تصل لمرحله فتنه تعدي وتاثر على علاقات اكبر من كره القدم يعني، وعلاقات اكبر من نتيجه مباراه. كثيرين بيتكلموا عن اخطاء التحكيم والهلال بيتعرض لاخطاء تحكيم وفي مباريات الاهلي وكذا. ما انا بستغرب انه الناس دي ما عايشه في جو كره القدم، اخطاء التحكيم جزء من اللعبه. الاهلي المصري انا متابع لنهائي الاهلي المصري قبل كده، الهلال فاز عليه في القاهره لاول مره سنة 2004، هل التحكيم وهل في معاملة منعت الهلال يفوز؟ أبدا ما في. الأهلي قبل كده من التواجد التونسي في 2010 خسر هو ماشي للغب من بهدف بيد اللاعب انرامو. الهلال نفسه قبل كده هدفين قدام النجم الساحلي نغضوا الحكم. دي مسائل عادية وجزء من طبيعة كرة القدم، لكن أنا ما ممكن اجي اتكلم عن حادثه حصلت سنه 87 بانه اسببها بانه هي السبب في منع جمهور الهلال من الدخول. دي اشياء ما منطقيه ودي اشياء حقيقه بتغوض للفتنه والناس اللي بيتجهوا لها ما عندهم هدف زي كده يعني. ما في تفسير غير الناس بتفسر انه السبب هو الفتنه. طيب ليه الناس تصدر لمسألة زي كده؟ طيب إذا هي عملية الجهل بالمعلومة أو عدم الرغبة في إظهار المعلومة الحقيقية سواء من قبل الإعلاميين هنا أو هناك، بالإضافة إلى مسؤولية الاتحاد السوداني وإدارة نادي الهلال في عدم إظهار الحقيقة للجماهير. وللأسف الشديد في كثير من الأحيان، للأسف الشديد في كثير من الأحيان عدم الرغبة في الحصول على المعلومة. عدم الرغبة دي مهمة جدا، هي أمور مقصودة عند البعض اللي مش عايزين الامور تمشي طيبه بين الاشقاء. ولذلك يا ياسر بيه لوجود حضرتك وامثالك الكتر اللي احنا مدركين انهم موجودين بكثره، احنا لا نعمم واحنا بنقول ان في فئه ضاله هنا وهناك دائما هي التي تزرع السموم وتضع الاشواك في طريق العلاقات الطيبه. ولذلك احنا يعني مش عارفين نقول لك بنشكر حضرتك الموقف الموضوعي. بس في سؤال يا استاذ ياسر، يعني انت حضرتك في المقاله اشرت لطبيعه العلاقات التاريخيه بين الاهلي والهلال، الملاحظ انه السنوات الاخيره هذه العلاقه متوتره على العكس منها علاقه طيبه جدا بين الاهلي واداره نادي المريخ، هناك تقدير متبادل. الاهلي السنه اللي فاتت استضاف نادي المريخ كل مبارياته في القاهره ووجد هذا ترحيبا وشكرا بين الاهلي واداره المريخ. الامر مع الهلال تفسيرك وانت راصد جيد للاحداث، ايه التفسير ده؟ ده تحول غير طبيعي. هو واحد من الحاجات اللي مثبته في الحته دي حديث صحيح، واحد من الحاجات المثبته بانه تعدد لقاءات الهلال والاهلي في السنوات الاخيره كانت هي الاكثر. بعد ده نجي لانه نحلل الاسباب، واحد من الاسباب الحقيقيه هي السوشيال ميديا والاعلام الجديد والميديا اللي ما كانت ما
موجوده فعلا في السابق، والسوشيال ميديا دي اتغذت كثير جدا بسقف عالي جدا من التعصب. سقف عالي جدا من التعصب في مصر وفي السودان. التعصب للاسف الشديد يعني في مصر يعني تعصب ما بتقدر تحسبه على الجمهور الاهلي بغير ما انه هو تعصب من منافس اخر يعني بغزه الحاجات دي. نفس المساله دي بغابله نفس الاتجاه، والسبب كله تعدد الوسائط والفيديو الحديثه وسرعه انتشارها. وفي النهايه حاليا نحن في العالم الجديد اصبح اي شخص هو عباره عن صحفي بحكم الموبايل اللي هو تحمله في جيبه من السهوله جدا. شخص يطلق معلومه تثير فتنه بدون اي داعي، معلومه غير حقيقيه. انا حقيقه بتاسف لانه المعلومات اللي خاصه بمنع جمهور الهلال دي كان من السهوله جدا توضيحها يعني قبل المباراه. ما في سبب اصلا انت توهم الناس بانه يفسروا زي ما هم عايزين لحد ما تصل الامور لمباراه بدون جمهور نحن نشوفها بالشكل دي. مباراه بدون جمهور دي كان يفترض انها تكون مباراه مثاليه. لانك اصلا مباراه بدون جمهور فما ممكن بالمنطق يعني المباراه الجماهيريه ما ممكن تكون بالمستوى اللي حصل ده. نتيجة عن انه هي افترض انها تكون بدون جمهور، ده كله نتيجه لفتنه ما عندها وجود. انا كتبت مقالي وعشمي واملي بانه على الاقل يكون مساهم او في النهايه يكون شراره، لانه الناس تخفض من الصوت العالي بتاع التعصب اللي هو عدى مرحله التعصب وفعلا وصل مرحله الفتنه. وصل مرحله الفتنه حاليا ممكن زي ما هتي سمعنا بانه الاهلي اتجه لتصعيد لوزارات سياديه يعني خارج الاطار بتاع الرياضه. الناس الواحد ما بيتمنى بانه الامور تصل لمستوى زي دي خاصه وانه بدون سبب. يعني انت لو والله بدون سبب سوي، لكن هناك أسباب غير سوية طبعا بتدفع البعض هنا أو هناك لتعكير الأجواء. احنا يعني لكن وجود أمثالك المحترمين بتخلينا ما زال الأمل قائم، وما زال يعني الشعور الطيب سائد. ويعني لكل الحكماء أمثال حضرتك أن يعني ينبروا في الفترة القادمة علشان يصلحوا ما أفسده هؤلاء المتعصبون. شاكرين جدا جدا جدا. و اتفضل يا استاذ ياسر. اتفضل يا فندم. نسأل الله يصلح الحال والسلامة والأمن للجميع يعني في النهاية، ما في أكثر من ندعو بذلك. إن شاء الله. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي السوداني المرموق والمحترم الأستاذ ياسر قاسم، حدثنا عن تفاصيل مهمة جدا في هذه الأزمة، لكن أعتقد أهم ما فيه هذا القصد عن عمد للكثيرين هنا وهناك لعدم إظهار الحقيقة. الراجل قال إنه ملعب الجوهرة الزرقاء ده باشمهندس موقوف دخول الجماهير فيه قبل قرعه دور المجموعات. على فكره دي تلكيكه، لان برضه لما كان برضه في جمهور كان في خروج. انت 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 سالت السؤال المناسب، ايه الاسباب؟ لازم تبحث. لكن احنا نكتفي بشهاده هذا الرجل المحترم اللي رصد كل الجوانب وكتبها كما حدثت، وهو رجل يعني لم ينحاز ولكن رأن عليه مسؤولية مش موجودة عند ناس كتير لا هنا ولا هناك.